دخلش دخلش مغرب شعور ديك بتفوز هذا؟ طبعا مبسوط ان المنتخب المصري صعد، وان شاء الله بستنى من اخواتي المغاربه ان شاء الله يشجعونا قدام الكاميرون باذن الله. لا طبعا كان ماتش كويس، وكان ماتش سجال ما بين المنتخب المصري والمنتخب المغربي، وكان 50-50، وكان كويس يعني. عجبني الماتش وعجبني الاداء بتاع المنتخب المصري وعجبني الاداء بتاع المنتخب المغربي كمان، لان الماتش كان سجال يعني 50-50. وبالنسبه للسجل الهدف الاول مش كان شعور؟ طبعا كانت صدمه طبعا، وفقدت الامل، كانت صدمه وفقدت الامل في العوده يعني، فقدت الامل في موضوع ان المنتخب يرجع تاني ونفوز بالماتش. بصراحه كان ماتش صعب يعني. بالنسبه للنتيجه كنت متوقع يعني؟ لا بصراحه استحاله، لان كلمتني انت قبل الماتش وقلت لك ان المنتخب المصري هيكسب 1، لكن سبحان الله فرق 1 يعني، كسبنا فرق 1. كل لاعب اللي كان ممتاز لك بالنسبه لمصر ولا بالنسبه للمغرب؟ بالنسبه للاثنين جميعا. لا بالنسبه لمصر انا شايف ان الدفاع عندنا كان كويس، لكن بالنسبه للمغرب بصراحه هو كان اشرف حكيمي وكان سفيان بوفال يعني. عجبني اداء سفيان بوفال، وكانت المفاجاه النهارده كان منير الحدادي، كان مفاجاه بالنسبه لي. انا كنت بتفرج عليه مع برشلونه والكلام ده، لكن كنت اول مره اشوفه مع الراي ديالك في الحارس اللي مابغاش يخش مش حيخش؟ لا بصراحه انا شايف، لا لا خليها بصراحه انا شايف. بصراحه شايف ان كل التغييرات النهارده كانت في المتوقع وكانت سليمه يعني. يعني كنت شايف ان التغييرات بتاعه المنتخب المغربي مظبوطه يعني كويسه. بالنسبه لسميت الجول ديالكم، الحارس ديالكم ما بقاش يخرج في التغيير. هو طبعا برضه انت بتكون بتلعب باسم المنتخب، فالموضوع معاك بيكون يعني انت بتلعب باسم المنتخب، فالموضوع معاك بيكون لازم تلعب برجوله حتى لو انت مصفق، تحمل على نفسك شويه يعني. لكن هو طبعا شكرا ليه يعني. يعني انت مصري وحيد وسط؟ لا انا عندي اصحابي مصريين كتير هنا، احنا شغالين عندنا شركه استيراد وتصدير، لكن طبعا هم كلهم اخواتي يعني. الناس دي انا بقعد معاهم في القهوه على طول يعني. ما عنديش مشكل مع لا طبعا لا طبعا، بالعكس انا عايش هنا بقالي كتير، انا اكثر من 7 سنين. مشكل ماشي، انت جيتي نفس حوس عنا. لا 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 لا